السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات الاسبوع الاول للموسم الثاني. طبعا قبل بداية مقطعنا، اذا ما كنتم مشتركين في القناة شاركوا فيها، فعلوا زر الجرس، لا تنسوا اللايك يساعد نشر المقطع بكل مكان، واهم شيء لا تنسى كود الشوب YZYDD تشتري فيه الباتل باس وتصور مقطع فيديو وترسل لي اياه في حساب الانستغرام، باخذ منك الفيديو بنزله في الستوري ان شاء الله. طبعا نهاية المقطع راح يكون في معانا جيفوي جديد لخمس اشخاص على الباتل باس، يعني خمس باتل باس بنهاية المقطع، فتابع المقطع للنهاية حتى تعرف وش شروط الجيفوي. طيب شباب، اللعبة حاليا عندي مشكلة فيها، كل ما اجفت على اللعبة يطلع لي وقت واستنى الوقت يخلص رد يجيب لي وقت ثاني ما يدخلني. فأنا مجبر أشرح لكم هاي التحديات بهاي الصورة ورح تطلعوا فاهمين الأمور تمام. عندك فيش اسمه عسكر تدريب، وعندك إعادة البناء، وعندك الموسم. الموسم اللي هي التحديات الأسبوعية اللي نعرفها، كل أسبوع يضيفوا سبع تحديات عند تحديات الموسم، تمام؟ هذا إيش عرفناه، نفس تحديات الموسم الماضي. رح نبدأ الآن بشرح معسكر التدريب. لما تخلص مهمات معسكر التدريب بفتحوا لك مهمات إعادة البناء. طبعاً بشرح لكم معسكر التدريب بتعملوهم. طيب تحديات معسكر التدريب، أول تحدي بيكون عندك إنك تركض الركض السريع، فبتفوت جيم بتركض ركض سريع وبتخلص التحدي الأول بكل سهولة. بعدين بيعطوك تحدي الثاني على طول من معسكر التدريب اللي هو التمدد على حافة أو تمدد، بيكون عن التمدد اللي هو التسلق، بكتبوها بالعربي تمدد. فبتروح تتسلق بأي مكان، تسلق مرة مرتين حتى يحسبوا لك التحدي، بتخلص التحدي الثاني. التحدي الثالث من معسكر التدريب راح يكون الانزلاق، القدرة تاعت الموسم الماضي، يعني كن مسرع واعمل سي وخلص، هيك خلصت التحدي أو تحديات معسكر التدريب. لما تخلصهم مفتوح لك تحديات إعادة البناء، هذول سهلات بيكونوا بتعملهم لحالك، بتكبس على كل تحدي بيعطيك مكانه بالخريطة، وبتروح على نفس المكان بتفعل آلات وبتاخذ آلات بكل سهولة، لكن أنا مو قادر أوريكم حتى تحدياتها، لكن شفت تحدياتها، فتحدياتها راح تكون سهلة. ننتقل للتحديات الموسم اللي هي تحديات الاسبوع الاول، التحديات المهمه بالنسبه لنا. اول تحدي بحكي لك فتش صناديق في منطيد اي او. اللعبه مليانه منطيد، كل مدينه فيها فوقيها منطاد، فبتطلع عن طريق الزبلاين على المنطاد وبتلقى فيها صناديق، بدك تفتح ثلاث صناديق بهذا المنطاد وبتخلص التحدي الاول. التحدي اللي بعده تمدد على حافه في غضون ثلاث ثواني من الركض، بدك تركض الركض السريع اللي هو سبرنت، بالبي سي شيفت ضلك ضاغط عليها، بالكنترولر اللي هو جماعه السوني ضلك ضاغط على ال 3 اللي هو الجير اللي بتحرك معك او البركود ضلك ضاغط عليه، وانت عامل سبرنت او الركض السريع بدك تتمدد على حافه، يعني بدك تتسلق حافه خلال ثلاث ثواني اللي ركضت فيها. فاركض وتسلق على طول، اركض وتسلق على طول مره او مرتين او ثلاث وبتخلص التحدي. هاي الفكره بكل بساطه من هذا التحدي، اركض وتسلق على طول اي حافه او اي بيت وتخلص التحدي. التحدي اللي بعده بحكي لك استخدم شعله الاصلاح لاصلاح مركبه. هاي الاداه اللي اضافوها جديده الريبير تول، بدك تصلح فيها مركبه، فبتروح عند اي مركبه بتدمجها وبتصلحها، بدك تصلحها 200 دمج، فهي فكره التحدي، بتدمج اي مركبه بتصلحها بعدين ترجع تدمجها مره ثانيه وبتصلحها، هيك بتكون صلحتها 200 دمج. طبعا اغلب التحديات شرحتهم كنت مصورهم من نفس الباث، لكن هذا التحدي التصوير ما راح يفيدني لاني ما اقدر افتح اللعبه. بيحكي لك احصل على بندقيه ذات مخزن اسطواني ومسدس رشاش قتالي خلال مواجهه واحده، يعني بدك تعثر على السلاح الجديد اللي هو درام شوتجن اللي تشوفوه قدامكم اضافوه اليوم، وبنفس اللحظه تجيب الكومبات اس ام جي اللي قدامكم بالصوره، هذول الاستحين لازم تحصل عليهم بجيم واحد، اذا حصلت عليهم بجيم واحد بتخلص التحدي بكل بساطه. والتحدي اللي بعده برضه سهل، بحكي لك انفق السبائك 500 سبيكه، يعني بدك تنفق الذهب. كيف تجمع ذهب؟ من قتل خصومك بعطيك ذهب، التلويث بعطيك ذهب، الخزنات بتعطيك ذهب، فبصير معك ذهب، بتجمع 500 ذهبه بتروح عند الشخصيات، اي شخصيه من الشخصيات بتبيعك اسلحه بذهب، فبتصرف ذهبك عند الشخصيات 500 ذهبه وبتخلص التحدي بكل بساطه. التحدي اللي بعده بحكي لك الحق ضررا بقوات الاي او 500 دمج، بتروح على اي منطاد، كل منطاد في اللعبه فيه حرس اي او او مقراتهم، اي مقر بدك اياه تلاقي بوتات الاي او، بتدمجهم 500 دمج وبتخلص التحدي. التحديات جدا ايزي يا شباب. والتحدي الاخير اللي بعده راح يكون اطلق نفسك على ارتفاع 150 متر مستخدما مدفع حصار. زي ما تشوفوا قدامكم المدفع يكون مثبت بالارض، بتروح عنده وبتكبس عنده، مو كبسه اطلاق النار لا، كبسه الاوبن تاعت الزوم، فبدخلك داخل المدفع بتطلق نفسك مسافه عاليه خليه وصلك 150 متر حتى تخلص التحدي. فهي بالنسبه لتحديات الاسبوع جدا ايزي وبكل سهوله تقدر تخلصها. فبس يا شباب خلينا ننتقل حاليا للجيف اوي. طبعا شباب الجيف اوي راح يكون لخمس اشخاص على الباتل باس، الشروط سهله وبسيطه، راح اربح اثنين من خمسه من تعليقات هذا المقطع والثلاثه الباقيين من البوست في الانستغرام اللي قدامكم.
بيجي واحد يسألني بلكي أنا فزت من تعليقات اليوتيوب ومن تعليقات الانستغرام، عادي بعطيك سعر الباتل باس مرتين، أنا بسحب عشوائي واللي بيطلع اسمه بفوز، سواء طلع اسمك مرتين بتفوز مرتين، فأنت بتشارك مرتين في اليوتيوب والانستغرام. شروط الفائزين: السحب الأول من اليوتيوب، الشرط الأول لايك للمقطع واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، الشرط الثاني تستخدم كود الايتم شوب وتحفظه عندك في الايتم شوب، الشرط الثالث تعمل لي فولو متابعة على حساب الانستغرام، رابطه بالوصف بتفوت عليه تعمل لي فولو متابعة. لما تعمل الثلاث شروط تكتب التعليقات تم وحسابك الانستغرام ضروري جدا حتى لما أعمل السحب يطلع اسمك أعرف حسابك حتى أقدر أتواصل معك. بعد ما تخلص المشاركة الأولى بتفوت على رابط انستغرامي، تلقى هذا البوست قدامك، بتشارك المشاركة الثانية، وتحت البوست بيكون في شروط بسيطة بتعملها. وهيك انت شاركت في المسابقتين اليوم الاحد، ان شاء الله السحب راح يكون يوم الجمعة القادمة، والسحب راح يكون في الانستغرام في الستوري، فضروري تكون متابعني حتى تشوف الستوري. فبس يا شباب، اهم شيء لا تنسوا اللايك يساعد نشر المقطع بكل مكان، وبس ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامة.